ببيناتنا اليوم معنا الفنانة التشكيلية لينا بوغوستيان شرباتي. صباح الخير لينا. بونجور. أهلا وسهلا فيك بالأم تي في وبلبنان. إيه ميرسي. حضرتك سورية من حلب. من حلب. ودرست الهندسة المعمارية. ولكن بعدين رجعت حققت أحلامك واشتغلت على الهواية اللي بتحبيها أكثر شيء وهي الرسم. أكيد. ليه درست أول شيء؟ ليه مش من الأول بلشت بالرسم لينا؟ هلا أنا من وأنا صغيرة كنت بحب كتير الرسم، وكنت أي تابلو أو موجود كنت بشوفه بمجلة أو بقصة أو بشي كنت بقصه وبحتفظ فيه. عندي كوليكسيون كبيرة كتير لكل الفنانين والرسمات وهيك. كنت بدي أعمل رسم بوزار، بس بحلب ما كان فيه، كان في أرشيتكتور وما كان في بوزار. نعم. ونحن كنا بنتين بالعائلة وأهلي ما رادوا أبعد عنهم، فعملت الأرشيتكتور. بس حسيت يعني إنه كأنه انجبرتي شوي. إيه، بس مع ولكن إنه طلعت الثالثة فيها وكنت كتير شاطرة وساعدتني كتير بالبرسبكتيف وكتير أخذت أفكار. نعم. أخذتي أفكار من الرسم للأرشيتكتور. والدقة وكل هالأشياء يعني كتير استفدت منها، بس تم حبي هو للرسم. ولأعمل لوحاتي الخاصة الحقيقة. نعم، يعني هو ما في شك إنه الأرشيتكتور، الهندسة والرسم هن يعني مش مختلفين عن بعض كثير. اثنينهم دومين الآر. يعني أكيد كنت ترسمي أشياء هندسية جميلة جدا. وكنت أعمل كل البيوت مع أحط وراهم الطبيعة وأعملهم أكواريل كمان. نعم. إنه كثير كنت حب. يعني معروف إنه موضوعك الرئيسي والأكثر شيء محبب إلى قلبك هو الطبيعة. شو كنت ترسمي؟ بأي طريقة؟ بأي مواد رسمت الطبيعة؟ هلا أنا المعرض بالأكريليك، بس أنا قبل كنت وقت درست بأكاديمي ساريان كنا نروح 10 أيام كان نعمل بالطبيعة ونقعد شير بلاس نشوف ننقي اللقطات اللي منحبها ونرسمها، نقعد 6 ساعات 10 ساعات يطلع التابلو. فإذا عشت في علاقة صار مع الطبيعة، وأكثر شيء بحس الطبيعة إنه بحس فيها إنه الله موجود الخالق. وحبيت أعمل أول معرض لإلي كان كله عن الطبيعة بحلب. نعم. إنه شكر الله على هالجمال، وفي كتير أشياء كمان هلأ بنحكي عنها إنه موجودة بهالطبيعة. معناتها رجعت احترفت الرسم. ايه؟ مش بس بقيت هواية، درست الرسم. ايه؟ وين؟ درست بأكاديمي ساريان للأرمن، هي بحلب كتير مشهورة. نعم. 4 سنين. نعم. وتخرجت، عملنا معرض كمان وكنا نروح نعمل بكل محافظات سوريا معرض مع الأكاديمي. نعم. وبعدين صار عندي أتوليه لوحدي، كنت بقعد وهونيك كل يوم بروح بقعد لوحدي وبستوحي نتيجة تأملاتي وقعداتي بالطبيعة. كنت أجي أرسم، يعني بيتم هالشي كان يتم بالذاكرة عندي. نعم. إنه في مشاهد ما بنساها برجع على المرسم بعدين، كيف تتفاعل جوا معي بتطلع بعدين. نعم. إنه تابلو تتغير شوي، يمكن تتغير كتير حسب المزاج. الشي اللي بعمله إنه الشكل ما بيبقى نفسه الشكل، بطلع من الشكل وبروح لما وراء الشكل. يعني الشجرة ما بتعود شجرة. نعم. والبحر بصير تشوفي سما أو أرض. بتغير لما وراء شي شوي، فيه شي هيك ما وراء ميتافيزيك. إنه بياخدك لعوالم فيها خيال مشان أورجي رؤيتي شو. هل تأثرت برسام معين أو بكوران معين للرسم؟ هلا بالاول وقت كنت صغيره كنت بحب كثير الامبرسيونيزم، كل الرسامين هذا الامبرسيونيست يعني انطباعيين. نعم. موني وماني ورنوار، وكان بالبيت عندنا تابلويات لهم وكنت كثير بحبهم وبقول ليه ما انا كمان بصير رسامه كثير مشهوره. وبعمل هيك لوحات حلوه اكثر من مشهوره، انه كانه كان يحكي معي، اللوحات تحكي معي، احس انه في شيء حلو كتير، في شيء بيخلي الحلم بيعمل الحياة حلوة. يعني على كل عم نشوف بعض من لوحاتك. الامبرسيونيزم هو طريقة رسم معينة
يلي كيف تنرسم؟ هلا هن من الطبيعه. نعم. والضوء، الضوء والظل. نعم. هلا هدول اكثر على ابستريت، طبيعه كيف انا بحسها. هلا هيدا ناس بيشوفوه كان بحر، ناس بيشوفوه غيم. غيم وسماء او موجه. صحيح. موجه بحر فاج. هلا هون الطبيعه شوفي هالضوء بياخذك تحسي في عمق لبعيد، وفي هون ما كتير مبينين بس في مثل أشخاص كمان موجودين بهالحضور. نعم. إنه في حضور بالطبيعة، إنسان مع الطبيعة. ايه. وهالحضور كأنه بيحس الواحد في أشياء وقت بيقعد وبيصمد بالطبيعة وبيتأمل، في حضور بيحسه بيدخل لقلبه وبيعطيه سلام وبيعطيه قوة وبيعطيها البعد النظري اللي شايفينه يمكن ورا الشجرة. ايه. وهالراحة. نعم. ايه. شجر كمان. هون كمان بتحسي في عوالم بعيدة، في أفق ممكن تروحي كتير فيه لبعيد. والألوان مختلفة هون. ايه. في بعض الألوان الفرحة أكتر من الرسمة السابقة. مزبوط. شوي زهر على موف. بيعنوا شي الألوان برسوماتي أكيد كالينا. واللون لأنه هو اللون بيعبر عن الحالة. هلأ أنا كل لوحة هي حالة. نعم. نفسية بتعبر عن عالمي الذاتي وعالم الطبيعة، كأنه بحس أيام منلتقى بلتقوا هالعالمين وبتطلع اللوحة وقت بلتقى اللي أنا بذاكرتي. نعم. التابلو والهيدا بلتقوا منعبر عن هالعالم. نعم. يعني 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 بآخر بآخر لوحة شفنا كأنه في شوية غضب. هيدا وقت الغيوم مع اعصار او هي اللوحه فيها البحر وفي غضب الطبيعه، لانه كمان بحس انا في يعني في عند الانسان نفس الشيء، انه في ايام حالات الهدوء والغضب وايام يكونوا سوا هالحالتين يعني. نعم. كثير بتلتقى حالات الطبيعه مع حالات مع العالم الذاتي. لينا نحن رح نتابع بتفاصيل اكثر مع لوحاتك ولكن بعد هالوقفه. ميرسي. نحن رح نتابع حديثنا ببيناتنا مع الفنانة التشكيلية لينا بوغوسيان شرباتي. لينا، لكن كنت عم تقولي لنا انه قد ايه الطبيعة بتعني لك وقد ايه نفسيتك بتنعكس وبتختلط مع الطبيعة لحتى تطلع اللوحة. لينا بعدك عم بتكملي علمك مزبوط؟ مزبوط. شو عم تدرسي حاليا؟ عم بعمل ماستر بالار بلاستيك، الار فيزيوال بالقلبة بلبنان. بلبنان حبيت استفيد من هالوقت انه واطور انمي ذاتي، ودائما هون الحلو بهالبلد انه منفتح وكل شيء حديث بحبوا يطلعوا عليه، وهي فرصه لإلي انه انا هلا موجوده هون. نعم. انجبرت اكيد تكوني هون ولكن استفدت من هالظرف. اكيد انجبرنا. وعملتوا معرض مؤخرا باكزود. نعم. بالاشرفيه جاليري اكزود. اي متى صار المعرض؟ صار بجويه هلا. أي. هيدي الصيفية هلا خلص المعرض. نعم. هيدي الصيفية، والحقيقة الأكيب كتير رائعة وكانت مستقبلة وصادقين كتير بالتعامل، هذا الشيء ريحني، حسيت حالي ببيتي. نعم. وهن كتير كمان شجعوني وحبوا شغلي. كنت لحالك بالمعرض أو في كان في كذا؟ كان في كذا لبنانية، وأنا انبسطت إنه هي خبرة لإلي أتعرف على فنانين لبنانيين ونتبادل الخبرات. نعم. واشوف كيف طريقه شغلهم. اكيد. كانت كيف كان الاقبال على المعرض؟ كان كثير منيح، بالاخص يعني اول اسبوعين كثير كان في اشخاص وناس. نعم. كتر. نعم. خير الله. لينا، ببداياتك هل الاهل عارضوا فكره الرسم؟ لانه بيقولوا بتعرفي الرسم يعني بيقولوا ما لنا مهنه حقيقيه وما بتعمل مستقبل وهالقصص. لا، أهلي ما عرضوا، بس للأسف الواقع عرض أنه ما كان في أعمل أبدا بالبوزار، بس منا مشكلة يعني، ما وقف هالشي بعائق بطريقي. ومع أنه تجوزت وكان عندي ثلاثة أولاد، عملت ساريان بعد ما جبت ثلاثة أولادي. صحيح. وهلأ كمان الحرب جابتني هون تكفي كمان، ويمكن أغلي هالمشوار نروح لأبعد إن شاء الله. أه. يعني ما عم بتوقفي أبدا، عم بتحضروا لمعرض جديد. هلأ بديت الحقيقة الفكرة بالقلبة، أنه عم بحاول المعرض هو عن السلام، دعوة إلى السلام، لأنه نحن جايين الموضوع. من الحرب تغير. نعم. الموضوع. نعم. والألوان تغيرت. نعم. هلأ بالأول كانت ألواني على أزرق وأخضر وهدوء أكثر،
هلا صارت فيها احمر وفيها اورانج واكثر هيك. خلينا نشوف كمان البعض من صورك. اوكي، ما بعرف اذا عندنا اليوم صور من من المعرض الجديد. في بيناتهم في لوحتين من المعرض الجديد. خلينا نشوف سوا كيف صار الفرق بين اللوحات القديمه واللوحات الجديده. يعني هون بعدنا اكيد بالطبيعه. هي بحر وسماء وكلها على الوان البلو والفير والشوي دوري الافق فيه. نعم. كأنه عم تغيب الشمس. أيوة. غضب الطبيعة. هي شجرة ومنا شجرة. نعم. شجرة وشو؟ فيها القوة كمان. فيها مثل رعد برق. هل بتجسد شخص؟ هل بتجسد إنسان معين؟ ممكن حالة فيها هالاندفاع هالانطلاق. نعم. هون شو؟ هلا هي هون كثير تجريديه، بس هي بالحقيقه تاثرت من جعيتها، هي مغاره جعيتها، بس هي المسيح. نعم. انه انا بس بشكل كثير تجريدي. اذا بتشوفي الفتحه هيك وفي الراس بنشوف لما بتقولي بتوضح الصوره. وفي انا وقت رحت لجعيتها كثير حبيت بس كيف جمعتي بين جعيتها والمسيح بهالرسمه؟ انا هي كل قصه هذا، ونحن هلا ما عم نعيش شوي الم. نعم. واكثر شيء بيعبر عن الالم هو الصليب بالحقيقه، هيك انجمعوا مع بعض اكيد. طبيعه كمان. هي اللوحه بحب احكي عنها لانه هي اختبار لي عشته بالطبيعه. في انه كنت بحس انا كل سنه بروح يمكن اسبوع بعمل روتريت وبقعد بالطبيعه بالصمت. بقى هيدا كنت كثير في عندي هيك مشاكل، بتعرفي بالحياه بتقطع ظروف صعبه حزن وهيك. شفت الساعه 2 بالليل انه في ضوء، وهيدا عبرت عنه انه في قيامه رغم شو ما بصير الانسان بيعيش من الم وموت، بس في بعدين قيامه وفي ضوء وفي باب الفرج اكيد موجود. الطبيعة والامل، الطبيعه بتقلنا انه دائما في بالاخير نور وكمان. نعم تفضلي. وفي هي فيها الحضور، يعني بهالطبيعه انه بالاخير الله ممكن يهدينا للنور. في حضور الهي بيقدر يعطيك الحل. كثير حلو، بتصالح الانسان مع نفسه. نعم بالطبيعه. لينا بنشوف دائما انه الاشياء المرسومه عندك اشياء مثل تطلع لفوق، صاعده لفوق، يعني كله مثل اشياء فيرتيكال عموديه. شو معناتها؟ هيدا بحس الطوق اللي عندي انه للا متناهي. نعم حلو كثير حلو. طوق الى العلا يعني. كمان للعلا. هي كنتي عم تساليني، هي اللوحه من المعرض الجديد، هي في هون اشخاص. نعم. كلها هدول حركه اللاجئين. نعم. يعني المهجرين هيك، بس انا حبيت احطهم كلهم مع بعض كانه في بياخذوا من بعض قوه مع الطبيعه كمان، وكانه بتحس اللون الاحمر يمكن بيرمز لل او الدم او النار. هذا هو بيرمز للدم وبيرمز يعني حاله الانسان بيعيش بحاله صعبه. هون في شوي ضياع كمان بهي اللوحه اللي مرقت. نعم. في بهالفتره في ضياع في باخر لوحه. شو عم بتجسد على المزبوط؟ يعني هي كمان مبينه كانه شوي ابستراكت. أيوة. مش كثير واضحه الفكره منها. كيف بهالمرحله الانسان وقت بيترك بيته او حتى بهذا بحس حاله بضياع، وفيها هالاشخاص اللي هن كانه بالمي. في هذا شو معنات المي؟ هون عم نشوف كمان يمكن المي. البحر. بحر احمر. هيدا هو فيه يعني انا الدم. هاي نعم بحر بس دم. كمان انا دائما بحس انه بس في ممكن الانسان شو ما صار في ممكن يتصالح مع كل هالالم ومع كل هالشر. انا هي بحس عندي هالدعوه انه نتخطى كل الالم وما نترك الحقد، نقول بكفي للعنف ودائما ننظر لمستقبل جديد، لنقطة جديدة نبني أكثر من ما نعيش بالماضي وبالحقد وبالهذا. ولكن حتى بحر الدم. نعم. هو فيه شوي هدوء وسلام، بتحسي منه بشع وفي أبيض كمان، وفيه أبيض فيها الأمل. الأمل نعم. ولكن واضح قديش متأثرة يعني ومتألمة من الوضع يلي عم بيصير حواليك، وعندك كأن مثل رسالة بهالمعرض الجديد. لينا شو رسالتك؟ شو هدفك؟ شو حابة تقولي وتعبري؟ هلأ هي ما بعرف إذا طلعت آخر لوحة في مثل فينا نرجع نشوفها؟ آخر لوحة. نعم. من لوحات في
مثل امرأة كأنه شيء نازل هيك وحمامة. نعم لا مش هاي، هاي مش هاي. هاي فام ايرانت، هاي هون كمان حالة الحرب كيف بهالظلمة وهالشي وعلى نور الشموع كأنه بالمغارات صار الإنسان عم بيعيش يعني بهالملاجئ، يعني كأنه عم يتخبى. ايه عم بيتخبى اللجوء. ايه نعم. اللون الأحمر طاغي على كل باللوحات الجديدة. ولون الأحمر يعني بيعبر عن أشياء كتير قوية، إن كانت نار الحرب، إن كانت الدم، ولكن كمان في عبر عن الحب ويكون أمل جديد. تمام يعني تمام. كنت عم تقولي لنا أنه عندك رسالة من وراء المعرض الجديد. هيدا عم بحضر عليه، أنه دعوة للسلام. نعم. في مرة مثل عم ترقد وهي كلها مثل الأرض، بتحسبيها أرض وعم بتمد إيدها لحمامة السلام، الحمامة كمان بشكل أبستري بس ما عم تقدر لسه بعد تلقطها، وخلفها كله أسود وتحت في الدم. هيدي هي اللوحة وهي البحث عن السلام. حلوة كتير، انه بدعوا الكل انه يدوروا عن السلام. وطالع طالع الحمامة شكلها وشكل الامرأة يلي راكدة وراها كتير متناسقين مع بعض. يعني كأنه ماشيين متوازيين، بس اكيد رح توصل لما نوصل ان شاء الله. اكيد رح توصل لها. والطبيعة كتير بتساعدنا اذا بنرجع للطبيعة انه نلاقي السلام ونساعد الاشخاص اللي عم بيعيشوا هالشي صعب انه يلاقوا السلام. هل في طريقه معينه عم ينرسموا فيها هدول اللوحات لينا؟ ايه في تكنيك خاصه فيني انا، بستعمل الاكريليك بس في كثير ايام بستعمل الترابات الطبيعيه البيجمان ناتشورال. وهيدا بتعطي رلييف. هلا مثلا هاي اللوحه فيها كثير رلييف من التراب الطبيعي، من الترابات الطبيعيه. ايام بحط كمان رمل بس اكثر بستعمل الترابات الطبيعيه، وبحسها بتعطي الوان حقيقيه منها الوان بلاستيكيه. لانه الاكريليك ايام بيعطيكي لون كثير قاسي وقوي اصطناعي. ايه. وبتضاين هالمواد لينا؟ اكيد كثير، لانه بستعمل مع الكول الخصوصيه لها، وبتضاين اكثر من الزيتي ومن هاي، ما بتشقشق لانه فيها مرونه اكثر من الوان الزيتيه. نعم. وبحسها قريبه للارض والهيك ولعن المواضيع اللي بعبر عنها، وبتقدر تعطيني يعني بخيالي بقدر روح فيها اكثر، خصوصا انه طالعه من الطبيعه. وانت هيدا موضوعك الرئيسي وحبك وشغفك. هذا هو. نعم. هل في تكنيك معينه بدك تبلشي تشتغلي فيها، او هل في طريقه معينه بالرسم رح تغيري مواضيعك قريبا، او رح تغيري يعني طريقة الرسم تبعولي؟ هلأ الطريقة ما بدي غيرها، بحبها كثير لأنه فيها كمان عفوية. في كثير أيام أنا باخذ اللون وبكبه على اللوحة بطريقة بعبر فيها عن الحالة اللي أنا فيها. مبدئيا هلا عم بطور اكثر الطريقه بس بنفس الطريقه. يعني هل ممكن توصلي للسورياليزم؟ لانه قلت لي انه بتحبي كثير سلفادور دالي. وبس مش موجوده برسماتك السورياليه. لا بعد مش موجوده. هل بس بالمستقبل في عالم ممكن؟ غريب بتحسي اذا لاحظتي في كم لوحه هيك ارض غريبه مش ارضنا من هون، فيها هالاورانج وهالايام بحط الوان غريبه مع بعضها. عم بيفرجوا اللوحه يلي معنا اياها هلا. هولي هدول اكواريل سيربلاس، هدول رسمتهم من الطبيعه كمان. نعم. وهلا انا ببعبدات. نعم. والحقيقه الطبيعه بتجنن. هلا عم بخزن ويمكن ارسم اشياء اكواريل او هيك عن بعبدات، لانه حبيتها كثير هالمنطقه هي وبرمانة. حلو كتير. يعني معناتها بكل شيء سلبي عم نلاقي شيء ايجابي، وان شاء الله ما بنقعد نشوف غير الايجابيات وغير السلام. لينا بوغوسيان شرباتي، اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله ما بتكون ايامكم الا حلوه. ميرسي كتير لك، وبتشكر الام تي في كمان والكل على كل شيء. اهلا فيك. نحن بنرجع بعد هالبريك مشاهدينا.